أريج العديد من الاضطرابات والإعاقات بتصيب الأطفال لدى فترة نموهم، لكن هناك قضية مهمة من قضايا التربية الخاصة وهي اضطراب النطق والكلام. أكيد سألنا نتعرف أكثر على هالمشكلات والفرق بين اضطراب النطق واضطراب اللغة، وكيف يجب على الأهل التعامل مع هذه الاضطرابات. بصرنا أن نرحب بأخصائية النطق لينا صباح. يسعد صباحك لينا. يسعد صباحك وصباح الخير لإلك وإلى الله يسلمك. دائما موضوع النطق هو موضوع شاغل الأمهات. هلأ دائما بسمع أنه نطق نطق نطق، الولد حكى الولد ما حكى. موضوع كتير هو صاير شيق، أنه لما بفتح الفيس أو في الصبح مسجات ابني ما حكى، أنه قدي عمره سنة أو 9 شهور أو 7 شهور أو 6 شهور. بلشوا الأهل بعد ما درج مصطاح أنه صار في أخصائي نطق بالبلد، أنه صاروا يخافوا أنه عنا أخصائي نطق معناته لازم الولد يحكي من عمر الشهر. تمام؟ فهو على هذا الأساس أنه صار أنه موضوع كلمة اضطراب نطق مخيفة. بس هي أبداً ما له مخيفة. كلمة نطق هي كلمة يعني عفوية كتير، أنه كلنا عنا هاي الخاصية بالكلام، والنطق هو شيء طبيعي عند كل البشر. تمام. يعني لينا دائما مثل ما قلتي الأهل عندهم هالهاجس أنه ابنهم يتأخر، خلينا نقول بأنه يحكي، بيصيروا بيراقبوه لبين ما يقول بابا ماما. هدول القصص قديش بيكون هذا الخوف وهي بس مجرد خوف، ولكن إذا في حال راجعوا أخصائية نطق ممكن تطمنهم لحد معين. شو الـ الشغلات اللي فينا نحن نطمن الأهل فيها؟ خلينا ما نستبق الأمور ونمشي step by step. تمام. لحتى نحن نفوت ونوصل لهي المرحلة من هذا السؤال، حنبلش بشو يعني نطق أو شو يعني النطق هو متفرع من كلمة. الكلمة تمام. الأساسية اللي هي سؤال لازم كنتي سألتيني يا أول، اللي هو شو يعني لغة. والفرق يمكن لنا بين اضطراب اللغة والنطق. تمام. هلأ كلمة لغة، اللغة هي الوسيلة الأولى للتواصل عند الكل. نحن بنستخدم يعني بنكتسب اللغة، بعدين بتصير النطق هي وسيلة للتعبير عن اللغة. اللغة بتدرج تحت المفردات والنحو وكل شيء، أما النطق هي الوسيلة للتعبير عن اللغة. النطق هي التي تشمل أعضاء النطق من لسان من أسنان بلا بلا بلا، هدول المشتقات. واللغة هي التي تشمل الجانب العقلي أو العصبي، إنه هي الشيء اللي مسؤول عن إنتاجه، إنه نحن عم ننتج عم نستقبل بيصير إنتاج، والنطق مسؤول عن ترجمة هذا الشيء. الفرق بيناتهم من ناحية الإنتاج الفم بينتج عن نطق عم ننتجه، اللغة هي بالدماغ تتشكل. نعم. يعني كمان لينا مثل ما ذكرنا انه في فرق بين اضطراب اللغه واضطراب النطق. تمام. كمان في بعض الاولاد بيستبدلوا حرف بدل حرف او كلمه معينه بدل كلمه هي تكون هدف الاساسي، بيعبروا عنها بطريقتهم. هلا قديش صحيح هذا الموضوع انه الاهل يمشوا مع اولادهم بهي الكلام ام غلط؟ لا لازم يعلمون على الكلام الصحيح. يمكن إذا بقول لك إنه هذا أكثر سؤال أنا بنسأل بكل مكان أنا بقعد فيه، إنه أنا ابني بيقول تاسة، أنا ابني بيقول لأم بدال ألم. هلا تبديل الأحرف أو تبديل الأصوات أو تبديل المقاطع، إنه لكل حدا عم يسمعني أو تسألني أو قال لي إنه أحكي هذا الموضوع بس كون برا، هو موضوع كتير طبيعي. لكن الغير طبيعي أن يستمر هذا الشيء لمرحلة ما بعد اكتساب الأصوات. لأي عمر تقريبا؟ تمام. حضوي هلأ إضاءة على موضوع. كل صوت، صوت هو يعني حرف له عمر. يعني مثلا صوت الراء اللي كل العالم بيقول، أنا ابني بيقول مثلا أعطيني كلمة بحرف الراء، أريج. أريج. أليج. إنه أنا ابني بيقول أليج وما عم تزبط معه. قديش عمر ابنك؟ 3 سنين. هذا شيء كتير طبيعي لأنه نحن حسب دراساتنا وحسب كل شيء إنه عمر اكتساب صوت الراء هو ما بين 5 سنوات و6 سنوات. لا تجي تطلبي من ابنك إنه ينتج صوت الراء بعمر 3 سنوات أو 4 سنوات. لكن أنت كأم أو كأب عطي موديلينج صح، عطي نموذج صح. لا يا ماما أريج، مو والله أليج. أنا بجي أليج أليج والطفل بيقول أليج أليج بيوصل لعمر 10 سنوات وهو بيقول كلمة أليج.
طيب ليش ما انت عملتي له، انت عم تعززي كلمه اليج عنده، فهو خلص سمع، هو ما اكتسبها بمرحله صح لانك انت ما عم تعطي نموذج صح. تمام، انت بس حسيتي انه الطفل يعني ما بلش يقطع مراحل وهو ما قال بطريقة صح بالمقاطع بالإبدال، لا بتبلشي أنت بتحسي أنه كأنه لازم يتدخل أخصائي النطق، خاصة في ناس بتبدي المقاطع مثلا لاوتي أو هيك على طاولة. تمام، أنه في عالم بتبالغ بهذا الموضوع بالأطفال. أنا بجي قبل ما أفكر بموضوع أنا أني دور على أخصائي النطق، بحاول أني عدل، أعطي نموذج صح، عدل زبط. بعدين إذا أنا لمرحلة 6 سنوات شفت الطفل ما عدل، طبعا أنا قلت كلمة مشان ما تأخذ علي، عمر صوت الراء بعمر اكتسب إنه هو ب5 سنوات، هذا لا يعني إن كل الأحرف تكتسب ب3 سنوات، مثلا في أحرف تكتسب ب3 سنوات، أحرف تكتسب ب4 سنوات، بس نحن قلنا كصوت راء لأنه دائما بينسأل، أنا بنسأل عنه. تمام تمام، يعني لأي حد الأهل لهم تأثير بالبيت على النطق قبل ما يعرضوا الطفل على أخصائية، يعني أنت هلأ ذكرتي أنه لهم تأثير كتير كبير أنه ينبهوه، مو يتركوه لعمر معين لا يضل عم يقرط. ايه بصوت الراء تماما يقرط. انا احلى يعني اكتر كلمة انا ما حقول بتزعلني او بتستفزني او بتخليني ازعل، لما الام بتقلي بس انا بحبه انه عم يحمل انه بيحكي هيك. اوكي بتحبي عم يحمل، طب عمره 5 سنين يا بنت الحلال، وبعد سنة حيروح على المدرسة وبتقلي لي أنا بحبه عم يحكي هيك لسه ما زابطة. فهي خلل عند الأهل أنه لا هذا غير مقبول. بس دكتورة ليكي قدي أو ليك أو أخصائية أو أنسة ليكي قديش هو مهضوم، هي ما إلها علاقة بالهضامة، أطفالكم مهضومين وكتير لذيذين، بس ما لها علاقة إذا هو كان عم يحكي بهي الطريقة انه هو بتعبر عن هضامة الطفل. طريقة الحكي لا تعبر عن هضامة الطفل حسب معتقدات الاهل. تمام، هلأ رح احكي شغلة انه عن موضوع هو كمان كتير عم نسأل انا عنه، موضوع انه شو اسباب تأخر النطق تماما او مشاكل النطق اللي استبقت انا وسألتك يا بالبداية. تمام، شو اسباب؟ تمام، بتمنى انه تكون كافية ووافية على هالموضوع. كتير أسباب تأخر النطق. أول شيء رح أحكي إمتى بتبلشوا بتخافوا، قبل ما أفوت على ليش الأسباب، لما بيقولوا لكم العرف المتعارف عليه إنه تركي عمته وجيرانه حكوا لما صار عمره 8 سنين، هذا الشيء غير وارد، ولا حدا ممكن إنه يجي يجيب نظرية إنه فلان حكى 8 سنين هو إنسان ما عنده مشكلة. الطفل بعمر 1 سنة و2 شهر أو 1 سنة و3 شهور ببلش بيعطيكي كلمة أولى، كلمة قصدية أولى، يعني بيقصد هذا الشيء. ماما يعني ماما وليس مناغاة ماما أو بابا، ماما يعني ماما، تيتا يعني تيتا، بقبق يعني حليب، يعني هو عم يقصد هذا الشيء. بعمر 2 سنين الطفل بيعطيكي كلمة كلمتين، يعني جملتين، 2 وشهرين، 2 ونص، ممكن 3 سنوات، أوكي بيصير تأخير. إمتى بيكون التأخير طبيعي؟ لما أنت بتتأكدي إنه الطفل سليم من ناحية السمع، الطفل سليم من الناحية العقلية، ما عنده مشاكل بالتطور الروحي الحركي، الطفل حنوه على هي الشغلة اللي العالم ما عم تفهم علي لما بكتبها، اللجام اللي هو اللي بتسموه أنتو باللغة العامية العرق، رح أرفع لساني بتمنى تقرب الكاميرا، اللي هو عرق اللجام لما بذكر أنا بتعليقاتي على الفيس، لجام هو موجود هون أسفل اللسان، أسفل اللسان وجدر اللسان، بيكون كامش اللسان بطريقة ما بيخلي الطفل بيرفعه. اللي بيسألني اللسان لسان موجود بين الأسنان، لا موجود تحت اللجام، موجود تحت اللسان اللي بتسموه العرق أنتو. تمام، لما أنت بتنفي كل هاي الأمور إنها موجودة، هذا الطفل معناته هو سليم، لكن لسبب من الأسباب البيئية تأخر أو عدم التناسق الحركي. قد يوجد أطفال بيصير عندهم عدم تناسق حركي يعني بأعضاء النطق.
بصير الطفل مشوش، ما عم يعرف كيف ينسق حركات مشان يقول. حاعطي طريقة علاج بسيطة، ما ضروري كل ما صار شيء تروح على أخصائي، لأنه العملية البحث عنا صراحة شوي صعبة أحيانا، وفي في مناطق لا يتواجد بها أخصائي نطق لسه. مثلا بلشي معه بأصوات الآ و إي، بعدين آ و إي دفعة واحدة. إذا وجدتي إنه في صعوبة والطفل اللي عمره 3 سنوات إنه حكى، بنصحك أنا كأخصائية نطق تفحصي الجانب العقلي أو الدماغي. الأسباب مشان ما ننسى هذا السؤال، الأسباب تأتي تحت ظل الأسباب العضوية. أول شيء مجرد ما قلنا تأخر بالنطق، قد يكون عنا مشاكل بالولادة أدت مثلا نقص الأكسجين. لما بتقلي مثلا هو صار عنده نقص أكسجين، مثلا أخصائية لينا، بس نقص الأكسجين شو له علاقة بالنطق؟ نقص الأكسجين عمل له مشكلة أدت إلى تخريب بمنطقة مسؤولة عن النطق، طبعا له علاقة. وأكيد طبيب العصبية أو طبيب النفسية اللي هو عم يراجع حالة ابنك أو طبيب الأطفال لازم يكون شرح لك إنه النطق هو تقريبا بأغلب الحالات هو القسم المتضرر الأكبر من الناحية نقص الأكسجين ديسأرثريا، عسرة الكلام، دائما هي تأتي تحت ظل الأسباب العضوية. تمام. الأسباب البيئية، يعني أحيانا الأهل عندهم الوراثة تلعب دور، التوحد مثلا، اضطراب التوحد من سماته الأساسية هي اضطرابات اللغة، اضطراب النطق. تمام. اضطراب اللغة اللغة ويؤثر على النطق، يعني هو عنده غياب باللغة أريج للأسف. فبس بعد أن أطيافه بيكون عنده اللغة، وبتكون كمان ركيكة، يعني ما كل متوحد هو قادر على الكلام، وإذا كان عنده لغة فهي بالأغلب ركيكة، إلا اللهم بتكون الأخصائية اللي عم تشتغل معه بتركز على الجانب اللغوي. رح نوه كمان على إضاءة، لأني مبارح كتير وعدتهم بعد ما عرفوا أني حأطلع، موضوع التأتأة. التأتأة يا مستمعين، قبل سن 4 سنوات الدراسات تقول أنه لا تزعلوا منا أو لا تخافوا منا، لأنها تسمى اضطراب أو عدم طلاقة طبيعية. يعني أنه هذا الطفل عنده عدم طلاقة بس طبيعية. هي شوي أنت بتصير مطبيعية لينا، مطبيعية بعد 4 سنوات. أوكي. مع أنه أنا كأخصائي نطق بحب أنه الأم تزور أخصائي نطق لحتى يعطيها إرشادات. يعني مثلا حاول كمان أعطي إرشادات على السريع، لا تحسسي الولد انه هو عم يعمل شيء غلط، اعطي موديل صح للكلام. لا ماما هدي، خد نفس صح، اعطي نفس صح. يا مستمعين، انه التأتأة هي عبارة عن نفس صح، اخذ نفس صح واعطاء نفس صح. التأتأة تركز على النفس. عم حاول استعجل اعطي اكبر كمية من المعلومات اللي عن جد انا كثير بتمنى انهم يستفيدوا. يعني باكل همهم لانه شوي البحث عنا قليل. لا، معلومات كثير مهمه عم تطرحيها لينا. تسلمي. التأتأة لا تركزوا عليها قبل 4 سنوات، لكن اذا ما عرفتوا تتعاملوا مع المشكله ممكن تستمر. وما تقولوا انه والله مثلا لينا قالت انها هي عدم طلاقة طبيعية، حاولوا تتفادوا. وانا بنصحكم كأخصائي نطق انه حتى قبل 4 سنوات حاولوا تزوروا أخصائي نطق، انه ما عليه، خدوا ارشادات على الزيارة، ما حتعمل مشكلة. نعم. لينا، كمان في بعض التأثيرات الجانبية اللي ممكن اي طفل يتعرض لها هو مشاهدة التلفزيون وبرامج الاطفال والقنوات يلي بتتعلق ببرامج الاطفال. قديش هذا الموضوع ممكن يأثر على الطفل، وقديش ممكن الاهل يعتبروا انه هذا الشيء ايجابي لهم؟ لا بالعكس، انه خليه يتفرج على التلفزيون ويتعلم من هالبرامج. انا راح اقول لك شغلة. لما بيقولوا لي مثلا انه انا بحط ابني على التلفزيون، بحسهم انه مثلا الاهل لما بيدافعوا عن قناة تلفزيونية تبع اطفال، هن اللي اصحاب القناة، انه بدهم اي كلمة بس انه هن ما يحملوا القناة المسؤولية، كأنه عم يدافعوا عن القناة. تماما، انه هن اصحابه، كأنه هن حيضرروا ماديا اذا انا بقول لهم انه بطلوا خلوا الطفل يسمع. ليش تقول لهم بطلوا؟ تمام، رح اقول لك ليش. انت مثلا اوكي، هلا مثلا يمكن نحن ريجسا الله ما طعمنا اطفال، بنقول انه حنربي تربايه ممتازه، حنعلم اطفالنا انجليزي مع عربي مع فرنسي، عندنا توقعات للمستقبل رائعه.
لما بيجي الولد خاصة انه الام بيكون عندها طفل وطفلين انه بعد اقعد على التلفزيون 10 ساعات 5 ساعات عشان تلهي خلاص بس بعد عني عندي اطبخ بدي اطبخ بدي اطلع. هذا بتصير يمكن نحن هلا متحمسين يصير عنا اطفال ممكن ما حنفكر نعمل هذا الشيء بس لما بيصير الولد عنا انا شفتهم يعني شو عم يساوي. تمام 10 ساعات 10 ساعات 5 ساعات هذا الشيء غير وارد. حقق لكم ليش غير وارد وركزوا معي للي عم يسمعني مشان موضوع القنوات التلفزيونيه تبع الاطفال. انت عم تحطي طفل قدام التلفزيون طيب طفل ساكت وعم يسمع ضوجة. خلينا أريج نروح أنا وإنتي على عرس وضوجة شو حيصير اليوم اللي بعده؟ حنضل أنا وإنتي قدي نايمين ما يقارب زيادة عن نومنا الطبيعي 4 ساعات وحنفيق راسنا عم يجعنا صح من المؤثرات الشو ضوئية والصوتية. فتخيل الطفل عم يسمع مؤثرات صوتية وأصوات وإيقاع طفل ساكت وعم يسمع بس عم يسمع. أول شيء هي اللغة شو عبارة عن وسيلة تواصلية تشاركية هو بس عم يسمع ما عم يتواصل. طب كيف اكتسب اللغة؟ أنا اللغة اللي بدها تكتسب من 5 ساعات بمراحل تطور أولى للطفل. طفل عم ينحط من عمر 6 شهور قدام التيفي أنا اللغة بدك تكتسبيها هو بس عم يسمع ما عم يعطي. بيقولوا إنه قبل كنا نحن نقعد على ماوكلي وساندي بيل طبعا نحن كنا نقعد مع بابا وماما واخواتي وكنا لما نقعد قوم جيب الاكل ماما شوف ماوكلي كيف نط كانت الام شو تعمل تحكي تماما شو بيصير حديث تفاهم. اما هلا انت عم تعدي ماسك النت والواتساب وانا متاكده انه مجرد انت ما بتنطقي ولا حرف لهذا السبب عم تصير المشكله نعم. بدون دراسات انا باكد لكم انه التلفزيون هو اكبر مشكله بمرحله اكتساب اللغه نعم. الاولى. يعني لينا نقاط كثير مهمه شرحتي لنا اياها ومعلومات كثير مفيده اعطتنا اياها لكل اهل يمكن عم يعانوا من مشكله واضطراب عند اطفالهم. كثير نشكر وجودك معنا اليوم. ميرسي لك. يعني اكيد نتشكرك لينا على هيدا المعلومات القيمه يلي فتي الاهل والمشاهدين فيها وان شاء الله يا رب يكون لقاءات تانية لمواضيع تانية كمان بتفيدهم. أكيد. شكرا كتير لحضورك. يسعد صباحك مرة تانية.